16 سراً وراء العلامات التجارية والشعارات الشهيرة. ليست أسماء وشعارات هذه العلامات التجارية مجرد رسومات محاطة بخطوط مزخرفة، فلكل واحد منها قصة يحكيها، ابتداء من تشوبا تشوبس وانتهاء بكاديلاك. هل أنت مستعد لاكتشاف الأسرار الكامنة خلفها؟ إذن فاضغط على زر الإعجاب واستعد للدهشة. 16 ديزني. لطالما ظهر شعار استوديو الرسوم المتحركة الأكثر شهرة في العالم على شكل قلعة خيالية، فبينما استلهم النموذج الأصلي من قصر نويشفانشتاين في ألمانيا، أخذت قلعة سندريلا مكانها في باريس ديزني لاند العام 2006. يشير الشعار الجديد إلى بينوكيو وماري بوبينز وبيتر بان وشعار عائلة والت ديزني. بالمناسبة، أضيف الشعار لأول مرة إلى جانب قراصنة الكاريبي صندوق الرجل الميت. 15. ليغو. يعود اسم شركة الألعاب التي تتخذ من الدنمارك مقرا لها إلى العبارة الدنماركية ليغ جودت التي تعني العب جيدا، ويترجم شعار الشركة ب لا نرضى إلا بالأفضل، وما زالوا ملتزمين به. تتم صناعة القطع بدقة على مقاييس 2000 مليمتر، ويتم إتلاف 18 قطعة فقط من بين كل مليون قطعة. 14. بيبسي. نعرفها جميعا اليوم ببيبسي، ولكن اسمها الأصلي كان براتس درينك، فقد تأسست على يد كاليب برادهام في العام 1894، وبكل تواضع أطلق عليها اسمه، وبعد مرور 5 سنوات وعدت تسميتها ليطلق عليها اسم بيبسي كولا. وفي الحقيقة الكلمة مشتقة من ديسبيبسيا التي تعني عسر الهضم، ليست أكثر الكلمات إنعاشا ليتم اختيارها اسما لمشروب. أما بالنسبة للشعار فقد طرأت عليه تحسينات كثيرة على مر السنين، ولكنه لطالما كان مثار جدل وموضوعا دسما للنظريات التآمرية. فقد انظر إليه من زاوية مختلفة وستصلك رسالة مخفية، هو الموت. He's dead. 13. فانتا. قرر مدير شركة كوكاكولا في ألمانيا ماكس كيث تقديم منتج جديد، ومن أجل التوصل إلى اسم الله تعاون كيث مع موظفيه وطلب منهم استخدام خيالهم. كلمة خيال في اللغة الألمانية هي فانتسي، وحل الإلهام على أحد الموظفين الموجودين ويدعى جونيب فجأة وصرخ فانتا. 12. تشوبا تشوبس. هل هناك أي تخمينات بما تعنيه هذه العلامة التجارية؟ حلو أو مستدير أو ربما شهي، جميع هذه التخمينات لطيفة ولكنها بعيدة جدا عن الواقع. في الحقيقة جاء اسمها من الفعل الإسباني شوبر الذي يعني يمتص. كان شعار العلامة التجارية الأصلي كلمة تشوبس فقط، ولكن في العام 1969 قام مؤسسها الإسباني إنريك بيرنات بتعيين مختص لتصميم شعار أفضل، فقام باختيار أكثر الفنانين السورياليين شهرة في العالم سالفادور دالي، حيث وضع هذا الرسام غريب الأطوار اسم العلامة التجارية على زهرة أقحوان صفراء مشرقة، وأصر على وضع الشعار في أعلى الغلاف ليتمكن الجميع من رؤيته. 11. نينتندو. هناك خياران حول إمكانية ترجمة اسم هذه الشركة اليابانية الشهيرة لصناعة ألعاب الفيديو، ووفقا لأحدهم تعني الرموز اليابانية الثلاثة نينتندو دعي الحظ للسماء، وهناك ترجمة محتملة ثانية وهي معبد هانافودا الحر، وهذا لأن نينتندو نشأت في العام 1889 أساسا شركة مصنعة لأوراق اللعب اليابانية المعروفة باسم هانافودا، وبعدها بسنوات عدة بدأت بصناعة ألعاب الفيديو ولوحات المفاتيح. 10. باندورا.
تحولت دار المجوهرات الدنماركية باندورا لاسم ذي مصدر إلهام أسطوري، فكلمة باندورا تعني في اللغة اليونانية القديمة جميع الموهوبين. ووفقا للأسطورة أمر زيوس بخلق باندورا الإمرأة البشرية الأولى، وذلك لمعاقبة البشر على سرقتهم النار من بروميثيوس. حتما يعلم مؤسس باندورا سر النجاح بما أنهم تحولوا من متجر عائلي صغير إلى واحد من أكثر بائع المجوهرات نجاحا في العالم. والتاج الأنيق على الحرف O في الشعار بمثابة وعد بالحصول على جودة ملكية ممتازة، ربما لجعل كل امرأة تشعر وكأنها ملكة. 9. هاجنداز. ربما تساءل محب الآيس كريم في جميع أنحاء العالم عما تعنيه بالضبط هاجنداز. اضغط على زر الإعجاب إن كنت من بينهم. تبدو وكأنها تعني شيئا باردا في اللغة الدنماركية، أو لربما تكون اسم المؤسس، ولكن في الحقيقة لا معنى لها بتاتا. فقد اختلق مؤسس الشركة روبن ماتيس هذا الاسم لكي يوحي بأنه عبارة من اللغة الأسكندنافية، وبالتأكيد هو مناسب لشعار العلامة التجارية صناعة لا مثيل لها. وصلنا الآن إلى منتصف القائمة، ولكن لا يزال الكثير في طريقه إليك، ابتداء من السيارات إلى وسائل منع الحمل وانتهاء بالجينز الأزرق. تابع المشاهدة لمعرفة المزيد من القصص المدهشة التي تقف وراء علامتك التجارية المفضلة. 8. كاديلاك. تعتبر كاديلاك واحدة من أهم ماركات السيارة الفاخرة المفضلة في الولايات المتحدة، وقد سمى مؤسس كاديلاك هنري إم ليلاند شركته بعد سلفه باسم المستكشف الفرنسي. استعد لهذا الاسم، أنطوان لوميت دي لاموث سير دي كاديلاك. ولقد استمد الشعار الشهير من شعار الرقي الذي يعكس نبل عائلة المستكشف كاديلاك. بالمناسبة أسس دي لاموث مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان. 7. دوركس. يرمز اسم هذه الشركة البريطانية لوسائل منع الحمل إلى التحمل durability والمصداقية reliability والتميز excellence، ويبدو أن عملاءها يوافقون على هذه التسمية. فربع مجموع وسائل منع الحمل المباعة في العالم من واقعات شركة دوركس، وتعمل الشركة باستمرار لتحسين جودة منتجاتها والحفاظ على اسمها في الصدارة. 6. ليفايز. تأسست ليفايز في العام 1853 في سان فرانسيسكو على يد مهاجر ألماني يدعى ليفي شتراوس. حسناً، يوضح هذا بسهولة معنى اسم العلامة التجارية. أما بالنسبة للشعار الأحمر الذي من السهل التعرف عليه فله قصة مسلية للغاية. كان في بدايته صورة لحصانين يحاولان تمزيق بنطال من الجينز ولكن بدون جدوى، ولكن تم تجديد الشعار لاحقا ليشابه شكل الجيب الخلفي. يبدو وكأن الشعار يحوي ذاك الجزء من أجسامنا الذي نرغب بأن يبدو بمظهر جيد لدى ارتدائنا للجينز. أتوافقنا الرأي؟ 5. موقع إيباي. تمكن مؤسس إيباي بيير أميديار من إنشاء النسخة الأولى من موقعه حين عمل في مجموعة إيكوباي تكنولوجي في إيكوباي في نيفادا. أراد أميديار أن يطلق على موقعه اسم إيكوباي.com، ولكن اسم هذا النطاق كان مستخدما أصلا، لذا قرر اختصاره في إيباي.com. ومع ذلك لا يزال كثير من الناس يعتقدون بأن إيباي يرمز إلى إلكترونيك باي، والآن أصبحت تعرف الحقيقة. 4. سامسونج. سام كلمة كورية تعني ثلاثة، وسونج معناها نجم، ولذا تترجم سامسونج بالنجمات الثلاثة. ولما ثلاثة؟ وفقا لمؤسس الشركة يرمز الرقم ثلاثة لما هو عظيم ووافر وقوي، ولكن سامسونج لم تكن دائما شركة الإلكترونيات، فلقد دخلت هذه الصناعة في ستينيات القرن الماضي بعد تأسيسها بثلاثين عاما، وقبل ذلك تعاملت مع كل مجال تقريبا كالتجارة وتصنيع الأغذية والمنسوجات وحتى التأمين. 3. سيجا. جاءت كلمة سيجا من Service Games of Japan أي ألعاب خدمات اليابان،
بدأت الشركة عملها في هاواي بتوريد لعبة الكرة والدبابيس للقواعد العسكرية المتواجدة هناك، ولكن بعد ذلك بعشر سنوات في العام 1950 نقل المؤسسان ريمون لومير وريتشارد ستيوارت مقر الشركة إلى طوكيو في اليابان، والآن تحتل الصدارة في قائمة الشركات المصنعة للألعاب في العالم بإنتاجها لما يزيد عن 500 لعبة منذ العام 1980. شكرا سيجا على طفولة السعيدة التي قضيتها ألعب سونيك لساعات طوال. 2. أودي. للوهلة الأولى يبدو شعار أودي سهلا ومفهوما، ولكنه ليس بتلك البساطة، فكل حلقة تمثل واحدة من الشركات الأربعة التي أسستها في العام 1932، وهي هورتش وأودي ودي كاي دابليو وويندرر. وأراد أوغست هورتش الذي أنشأ اثنتين من الشركات المؤسسة بأن يدخل التاريخ، فقام بتسمية الشركة باسمه. وما هي العلاقة بين هورتش وأودي؟ حسناً، تعني كلمة هورتش بالألمانية استمع، ولأودي المعنى ذاته ولكن في اللغة اللاتينية. 1. ألفا روميو. لألفا روميو شعار ذو مغزى تاريخي عميق، فالصليب الأحمر يشير إلى شعار مدينة ميلانو، وترمز الأفعى إلى عائلة فيسكونتي التي حكمت ميلانو في القرن الرابع عشر. ومع هذا تسببت هذه المركبات بوفاة عدد أشخاص أقل مما تسببت به المركبات التي تحمل علامات تجارية أخرى. أيا من هذه الحقائق أدهشك أكثر؟ أخبرنا بذلك في قسم التعليقات، وشارك هذا الفيديو مع أصدقائك، واضغط على زر الإعجاب إذا كنت قد تعلمت شيئا جديدا هنا. ولأولئك الذين وصلوا حديثا إلى قناتنا، لا تنسوا الاشتراك لألا تفوتكم أي من آخر مسجداتنا الرائعة، وتذكروا بأن الحياة أفضل دوما في الجانب المشرق.